السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعينا الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل لك احلى كبدة اسكندراني تاكليها، ما اتعملتش والله على شاشة التلفزيون ولا اتعملت على قنوات اليوتيوب، ما تحدش عملها الا انا. جربي طريقتي وهتاكلي احلى كبدة عمرك ما اكلتيها. انا معايا كبدة فراخ بس لازم تكون متجمدة، انا اشتريتها امبارح وغسلتها وحطيتها في طبق صفت، وبعد كده بصي مجمدة، لازم تكون مجمدة. ومعايا فلفل، ومعايا نص كوباية خل، ومعايا هريسة شطة وملح وكمون وثوم مفروم. انا هنا هقطع الكبدة، هقطعها شرايح، انا مجمدة عشان اقطعها لك شرايح. بس هقطع الكبدة كده شرايح، عشان ما تجمدها تطلع معاكي شرايح. تعمليها بكبده بلدي، كبده مجمده، اي كبده عندك. دي كبده فراخ هتاكليها والله العظيم هتبقى فله. شايفين يا حبايبي الحلوين، انا قطعتها شرايح رفيعه خالص، شرايح رفيعه خالص عشان هي متجمده. هنا بقى السر بتاع الكبده ده، الثوم، ونفضي عليه نص كوبايه الخل. التوم على الخل، التوم على الخل هو سر الكبدة ده والله، هتعمليها والجيران كلها هتتلم عليكي. بس تبع الخطوات كده، انا معايا طاسة سخنة على النار، انا هنا معايا طاسة سخنة على النار، لازم الزيت ده يسخن جامد 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 خالص، الزيت لازم يسخن، ما ينفعش تحط عليه التوم بالخل الا لما يسخن خالص. واهم حاجه الخطوه اللي جايه دي، ودي تخلي بالك منها عشان تاكلي احلى كبده. لو ما عملتهاش زي انا بعمل مش هتلحقي تاكلي الكبده. انا قلت يا جماعه الخطوه ديت، يعني ما فيش اطفال جنبيكي وخلي بالك من نفسك. انا دلوقتي مستنيه الزيت يسخن. بص يا حبايبي الحلوين، انا كده سخنت الزيت خالص، انا هطفي النار، لازم تطفي النار في الخطوه دي. انا طفيت النار ومعايا غطا في ايديا، والنص التوم والتوم بالخل احط نصهم بس، خلي بالك واغطي بسرعه، اسيبها تهدى خالص وبعد كده اشغل على النار. ومعايا نص التوم بالخل لسه ما حطيتهوش كده، الزيت على الخل على التوم خلاص، النار هدت خالص. احط الكبده، اشغل النار، كده انا معايا الخلطه دي هدت، انزل عليها بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم، اعلي النار عليها، اعلي النار عليها عشان ما تنزلش ميه. وهنا الكبده يا جماعه حبايبي الحلوين بدات تنزل كل السوائل اللي فيها، ريحتها ممتازه ممتازه، ريحتها قلبت البيت عندنا. هنا حبيبتي بصي الكبده بدات تنزل السوائل اللي فيها كلها، نزلتها كلها خلاص داخله على سوا. والله العظيم لو عملت الكبده دي لتاكلي احلى كبده في حياتك. هنا خلاص الكبده استوت، انا لسه ما حطيتش عليها اي حاجه. هنا احط الفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، احط البهارات بتاعتي، ملح وكمون وهريسه شطه، هريسه الشطه حباها حباها مش حباها خلاص، عشان انا مش حاطه فلفل حامي كده. لسه في مكون تاني انا ما حطيتهوش، باقي الثوم بالخل، باقي الثوم بالخل ده السر بقى بتاع الكبده اللي انت بتشميها بره وانت معديه على العربيات. كده خلاص الكبده خلاص استوت وتمام التمام، بس هديها بس غلوه واحده بس عشان الفلفل يدبل معايا شويه.
كده خلاص الكبده استوت خالص، وهطفي عليها. قبل ما اطفي عليها اعصر عليها نص ليمونه، اقلبها تقليبه. او طبيعه الخطوات دي هتاكلي احلى كبده عمرك ما اكلتيها مع عند اي حد شفتيه في التلفزيون ولا على القنوات، بس تاكليها وتدعي لي. بس خلي بالك يا حبيبتي، واي حد لسه بيخش المطبخ يخلي باله من حته الثوم بالخل وهو بيحطه في الزيت، عشان ربنا يسترها معانا يا رب، وتفينا شر اي حاجات وحشه تحصل لنا، دي تخلي بالك منها وان شاء الله ربنا يسلم. كده خلاص انا هطفي عليها. الريحه يا جماعه والله العظيم قلبت ريحه البيت. خلاص كده الكبده خلصت، شايفينها يا جماعه؟ شايفين يا حبايبي؟ اعمليها سندوتشات لاولادك، اعملي شويه مكرونه حلوين زيك، اعمليها بصي بتاكليها بعيش زي ما انت تحبي. انا حبيت بس اوصلك الطريقه الصح للكبده وهتاكليها وتدعيلي. ما تنسونيش يا حبايبي الحلوين في اللايك والشير والمتابعه على قناه اكله بسيطه، ويا رب اكون خفيفه معاكم يا رب على قلبكم كده، ورب وصفاتي تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.